الناس المغرب وما قبلت الجمعة. بعد ما انهيت الصلاة تقدم رجل آخر أقام الصلاة وتقدم وصلى بنفس العشاء. الإمام ولا لا بدون إذني بدون إذني. أنا سبق اليوم وإخواني. أنا بحث المصلين والصلاة غير جائزة. فأخذنا من الختم لأنه قام وتكلم في الآن أن الصلاة جائزة ومعي ما نقول هذا الكلام خوفا من مثل هذا. تكون الصلاة باطلة في الحال؟ لا ما بتكون باطلة. تكون صحيحة ولكن ما بتكون يعني مشروعة أو مسنونة. الجماعة؟ لا ما كان. خارج الجماعة. لأن اعتادوا لأنه في إمام المسجد يجمع كثيرا. تعتادوا على جمع الناس تعتادوا على جمع الناس شو مناسبة في المطر بدتوه اليوم بدنا تخفيف اي شيء يعني لو هدت اي فضيلة بدون جمع لا الشيخ عم بيقول يعني لما كان الامام بيجمع يعني عادة لما بيكون فيه مطر او بيكون فيه ريح اذا بتاع الامام في مطر وفي ريح او توقع كذا الامام اللي بتبصر اما انت يعني هيك الشيخ بده منك انه يعني الامام اللي كان جمع هيك بدون عذر فيومها كان غايب الامام انا اللي اميت الناس وما كان في عذر للجمع لانه ما كانش في مطر وما كان في هواء فقالوا جمع اكثر ما في جمع لا يستحق الجمع هم بدهم جمع اخي خبنا حجتهم البرد نعم بس ما كان فيه اذا في دعوه عذر مش انه ما في سبب لكن هذا السبب يناقش صحيح ولا مش صحيح يعني هلا مثلا الجمع بالمطر يجوز قد يكون هناك إمام يرى هذا الرأي أنه يجوز الجمع بعذر المطر لكن المطر ما تنزل لأولها بخبخة فيمكن أحد الحاضرين يقول يا إمام اجمع ويقول لا ليه؟ لأنه ما رأى المطر بيحرج أن يكون عذر هذا ما بيجوز نجعل بقى نحن خلاف بعض البعض منقول معلي منكون معلي إمام وقد يكون كما قلنا آنفا قد يكون مطر غزير لكن هو لا يرى أن هذا المطر الغزير سبب شرعي للجمع قد يكون عنده فكرة مثلا يقول يا أخي المطر اليوم في طرقنا وأزقتنا غير المطر في تلك الطرق في عهد الرسول عليه السلام لأن كلنا يعلم أن هذه الطرق لم تكن معبدة ومن أجل ذلك جاء الحديث لما رسول عليه السلام قال من جر إزاره خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة فقامت امرأة قالت يا رسول الله إذا تنكشف سوقنا قال يصلنا شبرا قالت السائلة تأتي ريح يزيد شبرا آخر ولا يزبنا يجد سائلة أخرى يا رسول الله ولما نجر الزيت يمر بالنجاسات القاذرة قال يطهره ما بعده لأن الأرض ترابية هنا الشاهد الآن هو تنجي المطر تغسل الأرض غسل وما فيه الطين وما فيه الوحل فقد يرى رأي ما انه نحن وضعنا اليوم غير ذاك الوضع طبعا انا لا اقول بهذا لكن تلتمس لاخيك عذرا فحينئذ ما يوجد معه يعني مخالفة ومخالفة والى اخره ندعوه شأنه ونصلي معه لما بتكون انت الامام وترى انه في هناك عذر شرعي للجماعة تجمع ثم من شاء وافق من شاء خالف يعني مسلم لازم ما يكون يعني متشدد لأن الرسول عليه السلام حينما أرسل معاذا وأبا موسى إلى اليمن أول ما وصاهم به قال لهما يسرا ولا تعسرا وتطاوعا
تتطاوى ولا تختلف. يصير مشكلة رئيسين طرقوا منطقة جديدة كل واحد بقى بيعمل راس راح يمنشتني. قال لو أننا نحن واقيم يا المشكلة العامة مساكين يسمعوا من الشيخ شيء يسمعوا من الشيخ يضيعتونا. والله أنا بقول صادقين والسبب مش في المسألة يعني ضاعوا ضيعوهم ما عرفوهم ما هو الحكم الشرعي. لو يعرفوهم سلفا كقاعدة ويكون عندهم ثقافة راسخة في إذهانهم أن العلم مش قال الشيخ العلم كما قال ابن القيم العلم قال الله قال رسوله قال صحابته ليس بالتمويه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه إلى آخره. العام الآن بل طلبة العلم بل معلمو الطلبة بل دكاترة الطلبة لسه عندهم مش واخدة العقيدة أن العلم قال الله قال رسول الله ونظرت بالعوام. فلو أن العامة ترسخت العقيدة ما بتبلبل أفكارهم ولا بيقولوا يضيعتونا لأنه العالم حقا بيقول يا أخي لا نحن عم نبين لك شو حجتنا شوف الثاني شو حجته في الغالب في الغالب راح يشوف حجة عند واحد ما راح يشوف حجة عند الثاني حينئذ راح تروح البلد.